بسم الله الرحمن الرحيم، نجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب. سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة. من هنا من نهائي مهرجان ولي العهد الأمين للهجن لعام 2024 بدعم سخي وكبير، هنا على أرضية ميدان الطائف تتواصل التحديات في سابع أيامنا. وفي هذا المساء من سن الجذاع، سن الإبداع والإمتاع، يتميز هذا السن. 5 كيلومترات هي الحكاية، هي الرواية الحاضرة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. أسماء وإقبال وأعداد هائلة وضخمة تشارك في هذا الشوط، نخبة من الأسماء ومن الشعارات المتواجدة، الباحثة والطامحة عن النوماس وعن المجد التليد بهذا الحي المباشر الذي ينقل لنا ولكم وقائعي ومنافساتي وتحدياتي ومعاركي هذا النهائية. شوطنا التاسع انطلق، نسير لنتابع وإياكم الأسماء المندفعة والمتقدمة في هذا المشهد الأول، لنتابع أول الأسماء وأول العناوين. من الجانب الآخر تتقدم وتتواجد هنا جناح بشعار تركي بن سعود بن مصلط المرزوقي البلوي، من يقدم لنا جناح، بينما المركز الثاني غيرت بدورها إلى مقدمة الشوط شعار مشبب بن محمد بن فلاح القحطاني، من يقدم لنا جلمودة. المركز الثالث، هنا الحضور، هنا القدوم، هنا التواجد من شعار بو محمد عبد الله بن محمد بن حبيبه المري، من يقدم لنا جلمودة على المركز الثالث. والمركز الرابع من الجانب الآخر، لنتابع وإياكم من يتقدم ومقدما لنا شعاره من الجانب الآخر. هنا التواجد والحضور من عبد العزيز بن خالد العطية مع سرب على المركز الرابع والمركز الخامس. خامسا أتابع وإياكم من يتواجد في دائرة النداء وفي دائرة الخمس الأسماء المتقدمة. الخامس سالم بن ناصر بن سالم المكسور مع غارة غارة غارة، بدأت هنا غارة تغير من مركز إلى مركز، بينما سادس الشعارات والأسماء، سادس الأسماء حمد بن عبد الله بن علي بوهليبة، من يقدم لنا جناح كذلك، بينما المركز السابع هنا جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة، من يقدم لنا شعارة على المركز السابع مقدما لنا سرابة. ثامنا ثامن الأسماء وثامن المراكز أتابع جار الله أو هنا سالم بن حسين بن محمد الجرحب مع غلا، وصلت غلا على المركز الثامن والتاسع. تاسعا من يتقدم من الجانب الآخر، رشيد بن محمد بن هلال المطيرية مع خيرة من تتقدم. والمركز العاشر لنختتم به النداء، شعار بخيت بن مشعل بن بخيت السليس العتيبي مع الحاكمة. هكذا هي العشر الأسماء المتقدمة في هذا المشهد، الباحثة والطامحة المتقدمة بالصفوف الأمامية. نعود وإياكم وبحضراتكم لنتابع الصدارة والمقدمة والبداية الأولى. نعود حيث ابتدينا، نعود لنتابع من غيرت الأمور بدورها، غيرت الأمور من مركز إلى مركز، اخطفت الصدارة في هذه اللحظات وفي هذه الأثناء وفي هذا الموقف. غير المكسور مع مقدمة الشوط سالم بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور مع غارة، بدأت غارة مع مقدمة الشوط وجلمودة في الملازمة مع البداية جلمودة. شعارك يا مشبب بن محمد القحطاني. المركز الثالث، هنا الحضور، هنا التواجد، من بدأت تتواجد على المركز الثالث. هنا هقوى بشعار حزام بن زيد بن محسن بن انديله بن انديله، يتقدم في هذه اللحظات مع هقوى، بينما رابع الاسماء ورابع التحديات من تحمل لنا الرقم 4 وصلت في هذه اللحظات وتقدمت سرابه. جار الله بن سالم بن مسعود بوشريده هو القادم مع سرابه. والمركز الخامس مبارك بن سهيل بن مبارك الكتبي مع ثمينه. الله
الله الله الله، يا هذه الأسماء الخمس، الأسماء المتقدمة الباحثة والطامحة عن النوماس وعن الانتصار. أتابع أسماء قادمة خلف الخمس، أتابع أسماء واصلة، أتابع شعارات تتقدم. وفي هذه اللحظات كما نرحب هنا بأحد المشاركين، نرحب بالوافد الجديد لسباقات الهجن من جمهورية مصر العربية إلى المملكة العربية السعودية. نرحب بمالك سينا، بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة من صحراء سينا. أتت سينا تشارك في مهرجان سمو سيدي ولي العهد للهجن. أهلا بك يا خالد زاهر. كما نرحب بجميع أنحاء العالم بالمشاركة برياضتنا العريقة والكبيرة. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية حيث ابتدينا، مع الكيلو الأخير، مع الكيلو الأخير، مع أقوى شعار بن انديلة. وصلت في هذه اللحظات الأسماء، أحضرت الأسماء. سينا 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 سينا، وصلت سينا في هذه اللحظات. وصل خالد زاهر. الله 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 الله، يا هذه المعركة، وين النوماس؟ وين الانتصار؟ وين بن عفيشة من الجانب الآخر؟ وكذلك شعر فيصل بن صالح الزهراني مع سلطانة. لكن سينا غيرت، سينا غيرت. أبناء جمهورية مصر يتواجدون مع البداية ومع الشراسة الأولى، لكن هنا الزهرانية مع سلطانة، سلطانة وسينا، سينا وسلطانة وبن عفيشة. الله، يا هذه الثلاثية، ثلاثية ذهبية ومسية. سلطانة 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 وسينا قادمة في هذه اللحظات. خالد زاهر، خالد زاهر، مشاركة أولى، مشاركة مشاركة مشرفة لرياضة الهجن. سينا تعود، سينا تعود. الله ياخر الأمتار، الله ياخر الأمتار. بن عفيشة، بن عفيشة يقدم لنا شعاره مع حضور سيوف، سيوف سيوف فرقت الصفوف عند اللحظات الأخيرة، خاطفة لنوماس هذا الشوط لعوض بن صالح بن محمد الرزق اليامي. من قدم لنا سيوف المركز الثاني؟ فيصل بن صالح بن أحمد الزهراني مع سلطانة بينهم المركز الثالث. فكانت سينا وخالد زاهر. هنا نرحب بخالد زاهر من تواجد مع سينا، مشاركة مشرفة، حصول على المركز الثالث. نرحب بالوافد الجديد لسباقات الهجن من جمهورية مصر العربية، نرحب بك في المملكة العربية السعودية. مرحبا يا مالك سينا، بعالم سباقات الهجن من صحراء سينا. أتت سينا لتشارك في مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام، نهني ونبارك لمالك سيوف. هنا شعار بن عفيشة خاطفا لنوماس هذا الشوط بكل استحقاق وبكل جدارة. تهانينا والنوماس لعوض بن صالح بن محمد الرزق من قدم لنا سيوف. نتابع وإياكم التوقيت الزمني، وكذلك نتابع المراكز الخمس الفائزة في هذا الشوط مع مخرجنا. كما تشاهدون أمامكم على الشاشة، شوط كان مليء بالإثارة وبالقوة وبالندية في شوطنا التاسع للجذاع البكار. هنا مشاهدينا الكرام نتابع وإياكم التوقيت، التوقيت الزمني. إذن مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، توقيت سيوف 7:52.37 هكذا كان توقيت سيوف. نهني مالك عوض بن صالح بن محمد الرزق اليامي. المركز الثاني سلطانة فيصل بن سالم بن أحمد الزهراني 7:53.56. ثالثا فكانت سينا خالد زاهر يتواجد بشعاره وبحضوره المشرف هنا في هذا المساء ومن مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين. سينا وتوقيتها الزمني 7:54.57 المركز الرابع الميهولة فهد بن عيد
السعدي، وخامسا هقوى احزاب بن زيد بن محمد بن محسن بن انديله المري. هكذا كانت النتيجه.